أنا خريج لغات، 5 لانجوج أتكلم. نعم. هسه أعطيني بخمس لغات. نعم. لا. مناشد للحكومة العراقية إنه تلتفت للمواطن مو في فترة الانتخابات فقط، على مدار العام باللغة العربية. مشاهدينا الكرام، سياسينا راح يناشدكم أحد المواطنين بخمس لغات. خمس لغات راح يناشد السياسيين حتى يلتفتون لأهلهم وشعبهم. يبدأ باللغة العربية. نعم. والله هي مناشدة أخوية، تعتبروها مناشدة أبوية، مناشدة من جيش الأرامل، جيش الشهداء والحشد الشعبي، هؤلاء المظلومين. ترى دمعة المظلوم نار جهنم على كل واحد. فيا دولة رئيس الوزراء، ما دام أنت بهرم السلطة عليك الاهتمام بالشعب العراقي والعراق أولا وأخيرا. اللغة العربية، اللغة الثانية لمروشيا تيم مكفيديم لملا حار كل هتفتيخم بعراكي هيوم فهعام بشنتوف شنتوف شنتوف يا ربي. هاي لغة باللغة الإسرائيلية العبرية. باللغة العبرية سياسينا أخافك واحد يكون ثقافة إسرائيلية. هاي بعد رسالة وصلت. اللغة الفرنسية إن شاء الله. اللغة الفرنسية. لا أنا راح أتكلمكم بالإنجليزي إن شاء الله. بالإنجليزي. I love you Iraqi. The national. I love لمروت إيراكي. حبيبي شوي استعد التركيزي. اللغه انا سرياني وارامي بعد على فكره، يعني تكلم السرياني. السرياني استعد شوي روحه وبعدين